بينما انغلبته الدموع فعجز عن الكلام وبين من استقبلنا مبتسما. هو الحال صباح اليوم دقائق قبل دخول مراكز الامتحان للانطلاق في إجراء اختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. طيبنا عام كامل وإن شاء الله نختموها بنجاح. المعنويات مرتفعة بقدرة ربي. حاضرين بقدرة ربي لا بأس. إن شاء الله وبيت واحد سؤال صباحي مصبح قراية ده. قرينا اول عام وحضرنا بالقدا في وسط العام، ما نصورش يعني باش نخافوا على خاطر نفس القرايه هي يعني مش تبدل شيء، والعام ده في وسط العام جيم لذيذ بنلقي ناجحين. دعوات وتوصيات الاولياء رافقت المترشحين قبل بدايه الاختبارات. جيت نواصل فيها ونعطيها شويه طاقه ايجابيه وان شاء الله ربي يوفق الجميع يا ربي. يعني وصيت وقلت له ما تخافش وشده في ربي وقدره ربي لا باس ان شاء الله. هي صغيره واول عام ما نكذبش عليك، حاطين تعرف احنا التوانسه كنحطوا كل شيء امل كبير فيه ان شاء الله ربي معاه. اي عندي بنيه ربي نجحها وكل اولادي وكل بناتي، ما فماش اختلاف بين ولدي ولا بنتي، المهم يجينا عام مبروك نجاح. الدعم النفسي والتشجيع لم يقتصر على الاولياء، فقد كانت الغرفه الفتيه الاقتصاديه بسيدي حسين حاضره لتوزيع الحلويات ورفع معنويات المترشحين في مبادره تواصلت للعام الثالث على التوالي. حاضرين في ثلاثة معاهد، جبنا لهم يعني كلكم ميساج بوزيتيف، حاولنا نشجعهم، حاولنا نكونوا حاضرين معهم، دعم لهم هما، تحفيز لهم هما باش فترة الامتحانات تعدي لهم فترة باهية، سيرتو كما نعرفوا نهار الأول يكون صعيب شوية بالضغط نتاع الامتحانات. انطلاق الاختبارات الكتابية وكبته رئيسة الحكومة نجلة بودن بمعهد حي بوغاتفة 2 بسيدي حسين السيجومي، أين اطلعت على الإجراءات المتخذة لتنظيم عملية توزيع مواضيع اختبار مادة الفلسفة وعاينت استعدادات الإطار التربوي بالمعهد. زيارة رئيسة الحكومة كانت رفقة وزير التربية محمد علي البغديري الذي أكد أن الاختبارات قد بدأت في مختلف مراكز الامتحانات وسط ظروف عادية ودون تسجيل أي إشكال، نافيا في الآن ذاته إمكانية حصول أي تسريبات. لا يمكن أن تكون هناك تسريبات، من يقول هناك تسريب فهو يخطئ وهو واهم. طبعا بعد توزيع هذه الأوراق على التلاميذ أصبح الأمر يعني معلوم عند الجميع، وقد بعد نصف ساعة من الوقت أو بعد ساعة يمكن أن تبرز بعض يعني الوثائق هنا وهناك، ولكن المؤكد أن هناك حماية حقيقية صارمة 100% لمنع كل تسرب، وهذا بطرق علمية وبطرق تقنية عالية. أكثر من 137 ألف مترشح ومترشحة انطلقوا في اجتياز الاختبارات الكتابية التي يتواصل إجراؤها إلى غاية 14 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج في 25 من الشهر.